في منطقة الهرم في مصر حادثة بشعة. كان هناك إمام يؤم الصلاة، وفي منتصف الصلاة في الركعة الثانية تقدم منه شخص وطعنه 3 طعنات، وطبعا تجمع عليه كل المصلين وتم القبض عليه. طبعا الأخبار كلها بتتحدث عن إنه شخص زي ما حضراتكم هسمعكم الفيديو دلوقتي اهو، الناس لما قبضت عليه إنه يعني مختل عقليا أو عنده مشكلة عقلية. أنا عايز أسمع حضراتكم بس الفيديو الكلام فيه بعد ما تم القبض عليه، نسمع. أي قال إني جعلوا في الأرض خليفة؟ كلنا خليفة على الأرض. استنوا بالنسبة يعني كل إيه؟ لا كل ذراع بس يقطع ذراعك يعني كل إمام عادوني بلاش تفكر ولا حركة إن شاء الله تموت وأنت قاعد. كل إمام هيبقى إبليس بالنسبة لك؟ كل إيه؟ كل إمام شيخ في الجنة. لا 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 ما فيش منه، هو ده إبليس بنفسه. أيوة هو ليه؟ هو ليه؟ هو ده إبليس. إيش معنى يعني إيش معنى هو في شخص؟ هو عنده مس جن؟ الإمام إبليس. هو عنده الإمام إبليس. إمام إبليس. أي إمام؟ هو عشان يتكلم على الطلاة والجواز؟ لا 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 لا. لا عشان كده. عشان كده. أنت طلعت. هي راحت هنا بدل انت بتقول خليفه الله، هي راحت في طريقها وانت راح في طريق، يبقى خلاص. لكن هو عشان يتكلم ما انت سبت ام الخطبه الدور اللي فات ومشيت. والله يا ابني سبت الخطبه الدور اللي فات ومشيت وخلاص، وقلنا خلاص. والله يا ابني خلي من والله انت عارف انت مصيرك دلوقتي ايه؟ عارف مصيرك ايه دلوقتي؟ انت خلاص فقدت حياتك. ماشي. باللي انت عملته ده. ماشي. رساله ولا تاني. انت عندك اولاد؟ عندي في التمرين. كذا ولد؟ ولدين وبنت. ولدين وبنت؟ يا راجل يا راجل يا راجل حرام عليك. ده واحد معدوم. عنده تخلل في الهيئة. ده معدوم. ده معدوم. معلوم عشان ابليس بيقرا قران. شايف دمه؟ في شام بيقرا قران وبيصلي بتموت وهو بيصلي قدام ابليس. انت معدوم. حادث بشع. طبعا عايز اقول لحضراتكم ان وزاره الاوقاف المصريه ايضا اخذت اجراءات مهمه، لانه المفروض دي زاويه والزوايا المفروض ممنوع فيها اقامه صلاه الجمعه. فطبعا تم وقف رئيس المنطقه بتاعت الاوقاف، وتم اخذ اجراءات كثيره جدا، لانه يعني المفروض انه الزوايا او اماكن معينه غير مصرح ليها، وطلع كمان انه الامام اللي موجود ده غير مصرح ليه من وزاره الاوقاف انه يلقي الخطبه، وغير مصرح ليه انه هو يقود جامع او يؤم في الزوايا. يعني حدوته كده كلها معقده في النهايه، ولكن حادث بشع وفظيع. الراجل قال ان هو كان شايف في 30 شيطان موجودين جوه الجامع، هو في دماغه كده ان في 30 شيطان في الجامع، وهو الامام اللي موجود ده هو اللي مسؤول عنهم، فراح طالع طعنه وقتله بطعنات يعني قاتله نافذه. حادث مؤلم بشع، حاجات ساعات كده الله يرحمه ويصبر عياله طبعا، ولكن يعني برضو المصلين كانوا من الشجاعة ان هم قدروا ان هم يسيطروا عليه ويقبضوا عليه ويتم تقديمه لجهات العدالة.